نقوم بالتنفيذ الصارم والدقيق للبروتوكول الصحي المعتمد من طرف الوزارة، وذلك حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا وبناتنا الطالبات. بمناسبة الدخول الجامعي الاستثنائي لسنة 2020-2021، نقول بأن مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عين البي تحتوي على 12 إقامة، 8 إقامات مخصصة للإناث و4 إقامات مخصصة للذكور. العدد الإجمالي للطلبة المقيمين لهذه السنة 17994. عدد الطلبة الجدد المقيمين على مستوى الإقامات نتاعنا 3400.